هنا سؤال الأخ الكريم أو الأخت الكريمة عبد الرحمن، تقول أنا أستخدم خلطة من السدر والملح الخشن لعلاج المس والعين، وكذلك لديها كما تقول أباجورة مكونة من الملح الخشن، هل هذا يعني سائغ شرعا؟ موضوع الطاقة السلبية وغيرها مسألة فيزيائية ويرجع فيها إلى الخبراء في هل هذا يمتص الشحنات الكهربائية في الجو أو يؤثر على المزاج بإذن الله عز وجل، هذا يرجع إلى الخبراء. نسمع بالطاقة السلبية لكن ما سمعت فيزيائي أو طبيب متخصص يقول لي هذا الكلام، ما سمعت هذا الحقيقة. نعم. الجانب الآخر الخرافة الحقيقة اللي هو الجن وما يتعلق بها، أنا ما لا أعرف الكتاب والسنة الشيء يدل على أن الملح أنه يطرد الجن أو نحو ذلك. الله بارك الله فيكم.